هلا والله بليلى. هلا وغلا، هلا بالزين، هلا بوتيكات. هلا فيك، مبارك عليك الشهر. علينا وعليك، تبارك يا قلبي. نادي ولا ممشى؟ نادي. حلو ولا مالح؟ حلو ومالح. رموش طبيعية ولا تركيب؟ والله أنا أفضل التركيب دائما. من يسوي مشاكل أكثر، أنت ولا رأيك؟ أنا برج العذراء. بخور ولا معمول؟ بخور ومعمول ورشوش. أكل بيت ولا مطاعم؟ أكل بيت ولا مطاعم؟ ساعات مطاعم، لكن أفضل وايد طبخي. كعب ولا فلات؟ كعب وفلات حسب المناسبة. صبغ أظافر أحمر ولا فرنش؟ أحمر. زواج حب ولا تقليدي؟ طبعاً حب. طلعت رفيجات ولا زوارة؟ طلعت رفيجات ولا زوارة؟ أحب الزوارة وايد. أكل لبناني ولا كويتي؟ أكل لبناني مع كويتي. بنت ولا ولد؟ بنت ولد. ندري انك تحبين الطبخ وايد، بس مجبوس لحم ولا دياي؟ شوفي، احب اطبخ المجبوس اللحم، مجبوس اللحم، مجبوس الدياي، والسمك والربيان بعد. طبعا تعطيلة رمضان هالسنه راح تكون غير، لان تقريبا الوايلد مسك صار له 6 شهور فما رمضت فيه من قبل. الوايلد مسك وايد حلو، ريحه كشخه خنينه حلوه وايد مع الدراريع. وطبعا تدرون رمضان ودراريع واشياء وعبي، وكل خامه تسولف واحسن من الثانيه واحلى من الثانيه. يبي لنا شيء برمضان يكون خنين، خصوصا بعد الفطور تبين تشمين الروائح الحلوه الكشخه الغريبه. عندكم الوايلد مسك مالي، هو عباره عن 3 مكونات خفيفه، 3 مكونات ثقيله. المكونات الخفيفه عباره عن مسك ابيض صافي مستخلص من الغزال. الشيء الثاني اللي هو الفلفل الابيض، ممكن الفلفل الاسود اللي يعتبر ثقيل، لكن الفلفل الابيض وايد حلو، ما دش وايد بوايد عطور. الشيء الاخير اللي هو الورد الصافي. الاشياء الثقيله عباره عن خشب الصندل، خشب العود اللي هو يكون ريحته نفس البخور، والشيء الاخير هو البرقموت اللي احنا نحبه اكثر من العنبر. العنبر يكون شويه قثيث، اما البرقموت يكون اخف من العنبر. تعطيتي راح تكون كل يوم من الوايلد مسك، وبعدين اختار لي عطر معين وبعدين ابخر. وتعالوا وشوفوا الريحه شلون راح تسولف، خصوصا الوايلد مسك. وجود الوايلد مسك وايد يعطيكم ريحه خنينه ثقيله، يكشخ اللبس. طبعا بوتيكات مذهبين لكم جوائز وايد حلوه. جاوبوا على السؤال بسالكم اياه. في مبخر حلو حيل بخرت فيه بيتي وبخرت فيه نفسي، شنو المبخر اللي كان؟ اسال الله ان يبارك لي ولكم بهذا الشهر الفضيل. كل عام وانتم بخير وعساكم من اوله.